بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة اختبار الفارس لمارس 2018. السؤال بيقول simplify square root of 12 plus square root of 75. إحنا عارفين علشان نجمع أو حتى نطرح الجذور لابد إن هي تكون جذور متشابهة. حط خط تحت الجذور المتشابهة. يعني ايه جذر متشابه؟ يعني الرقم اللي تحت الجذر في الاول هو نفس الرقم اللي تحت الجذر في التاني. طب لو ده حصل، لقيت هنا رقم في جذر وهنا رقم زائد رقم في جذر، اجمع ازاي؟ تجمع عن طريق الرول دي. a روت اكس زائد b روت اكس بيساوي a زائد b، اجمع الرقمين دولت الكل ايه؟ روت اكس. مثلا 2 روت 3 زائد 6 روت 3 ب 8 روت 3. الكلام ده صح في الجمع وأيضا في الطرح. يعني أيضا لا أستطيع إني أطرح جذرين إلا لما يكونوا جذور متشابهة، نفس القاعدة بس هغير الزائد هخليها ناقص، يبقى a روت x ناقص b روت x ب a ناقص b روت x. anyway هعمل إيه عشان أخلي الجذرين دولت متشابهين وأعرف أجمع؟ أمسك الرقم الأول اللي هو الـ 12، أحاول وضع الرقم 12 على هيئة حاصل ضرب رقمين أحدهما له جذر. الـ 12 أضعه على هيئة حاصل ضرب رقمين أحدهما له جذر. طيب الـ 12 تكتب كيف؟ 4 ضرب 3، صح. ليه؟ لأن طالما واحد منهم ليه جذر يبقى الشكل ده ينفع. التلاتة ملهاش جذر لكن الأربعة ليها جذر. خلاص خلصنا من ال 12. ال 75 اقدر اكتبها 25 في 3. نعم ال 3 ملهاش جذر لكن ال 25 ليها جذر. بعد ما كتبت ال 12 4 في 3، بعد ما كتبت ال 75 25 في 3، فين الرقم اللي ليه جذر في الاول ال 4؟ طلعه بره الجذر. لما طلعه بره الجذر كانه بجيب له الجذر، فكان جذر ال 4 بكام؟ ب 2، واستبقي ال 3 زي ما هي، و25 بره الجذر بخمسة وتفضل التلاتة زي ما هي. يبقى الآن هنطبق القاعدة اللي احنا قلناها في الأول، a روت x زائد b روت x ب a زائد b روت x، يبقى 2 روت 3 زائد 5 روت 3 بيساوي 7 روت 3. ده أي اختيار؟ الاختيار ايه؟ رقم ايه؟ طبعا واحد ممكن يسأل يقول ال 12 ليه ما كتبتهاش 6 ضرب 2؟ ببساطة لأن الستة ملهاش جذر والاتنين ملهاش جذر. كذلك الحال بالنسبة لـ 75، ليه ما كتبناهاش 15 في 5؟ نفس الإجابة، لأن الـ 15 ملهاش جذر والـ 5 ملهاش جذر. يبقى الفيصل بيني وبينك اللي أنت تكتب الرقم على هيئة حاصل ضرب رقمين، واحد ليه جذر والتاني ليس له جذر. واحد يسأل طب إيه المشكلة لما الاتنين يكون ليهم جذر؟ لو لقيت إن الاتنين ليهم جذر يبقى أصلا الرقم من الأول ليه جذر. لو لقيت إن الرقمين ليهم جذر يبقى الرقم من الأول ليه جذر، فما كانش أصلا يصح إن احنا أصلا نحط جذر على الرقم. الجذور المشهورة اللي هي جذر 1 ب1، جذر 4 ب2، جذر 9 ب3، جذر 16 ب4، جذر 25 ب5، جذر 36 ب6، جذر 49 ب7، جذر 64 ب8، جذر 81 ب9. الجذور دي ممكن تفيدك في حل مثل هذه المسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.